بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. نلتقي في هذه الجلسة المباركة الطيبة، وخير ما نفتتح به هذه الجلسة آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الشيخ بلال عمروش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم. أدعو الحاضرين في هذا الجمع المبارك إلى القيام للسلام الوطني. Thank you.
جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها السور الحالمات، ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة، ويا تربة تاه فيها الجلال فتاهت فيها القمم الشامخات، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. من الجزائر نرحب بكم من حاضرة تجمع فيها العالم الإسلامي على قلب رجل واحد بالقرآن. بالقرآن الكريم نعمل، وللقرآن الكريم نحتفل، وبالقرآن الكريم نحتفي. تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبور رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الحفلة الختامية بمناسبة مسابقة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي في فرع مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وتفسيره وتجويده. وكما ذكرت سابقا، مسابقة تجمع مختلف حواضر العالم الإسلامي على قلب رجل واحد. رغم الظروف التي عاشتها من انتشار وباء كورونا، إلا أن ذلك لم يحل دون تنظيم هذه العادة والسنة الحديثة. أتحدث عن الطبعة 17 لهذه الجائزة التي دأبت الجزائر على تنظيمها. نتحدث بالقرآن ولساننا يلهج بذكره، نرفعه في مساجدنا ودائرة وزارية تشتغل به. الدولة الجزائرية آلت على نفسها ذلك تنظيما ورعاية ورفادة وحماية لأهل القرآن وخاصته. أحييكم تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الجمع الكريم، سادة الوزراء، المستشارين برئاسة الجمهورية، سعادة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، حفظة القرآن ومشايخهم ومحكميهم في هذه المسابقة الكريمة. يطول الحديث وتعجز الكلمات، وأكثر شيء نود سماعه ونحن نحتفي بالقرآن أن نسمع القرآن الكريم من حناجر مختلفة. مشايخ من الجزائر وطنوا أنفسهم للقرآن دراية وتلاوة وتدريسا. أتحدث عن الأستاذ الدكتور مقاتلي، وتحدث عن الأستاذ الشيخ رياض الجزائري وزكريا حمامة، يمتعون مسامعنا بما فتح الله عليهم بالقرآن الكريم في هذا المجلس المبارك الطيب. أدعوهم إلى ذلك باسمكم جميعا، مشكورين غير مأمورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
يسمعون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله مولانا العظيم أيها الجمع المبارك مشاهدي الكرام عبر هذا البث المباشر لقنوات التلفزيون الجزائري ونحن نختتم هذه الطبعة 17 من جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي في فرعها المخصص لحفظ للجائزة الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره مسابقة كما ذكرت سابقا تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية نظمت باحترام البروتوكول الصحي ولأول مرة جديد في هذه الطبعة أنها نظمت على غير عادتها من في شهر رمضان المعظم وإنما نقلت إلى شهر رجب الفضيل شهر بما يحمله من حرمة وقدسية نظمتها وزارة الشؤون الدينية بحملها لهذا المشعل في تنظيم هذه المسابقة
49 دولة شاركت في هذه الطبعة عبر ممثلياتنا الدبلوماسية وقنصلياتنا. أين كان كرم الجزائريين مرفودا؟ أين كان كرم الجزائريين حاضرا من رعاية لأهل القرآن؟ وعبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أشرفت لجنة تحكيم دولية على تحكيم هذه المسابقة بعناية فائقة. إذ أيها الجمع الكريم، في علمنا أن كل دولة اختارت أحسن من يمثلها في هذه المسابقة. لجنة تحكيم نشكرها على ما قدمته، وهي لجنة دولية مكونة من جمهورية مصر العربية وجمهورية غينيا كوناكري. أيها الجمع الفضيل، ربما يطول الحديث ونحن نشرح، ولكن الصورة أبلغ بيان، فتنقل الشواهد والمشاهد متحركة بالمشاعر، تنقلها فياضة. أدعوكم أيها الحضور الكريم إلى متابعة هذا الفيديو الذي يختصر مجريات الطبعة 17 لمسابقة الجزائري لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. لئن اختلفت ألسنتهم وألوانهم وتعددت أعراقهم وثقافاتهم فقد تآلفت بكتاب الله أرواحهم، به تزينت حناجرهم ولانت لمعانيه أفئدتهم. غاية واحدة ومقصد واحد، التنافس على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده. وهي مناسبة طيبة ميمونة تواصل فيها الجزائر تمسكها بالقرآن الكريم وتفانيها في خدمته والوفاء بعهدها في الاحتفاء والاعتزاز به. وهكذا يتجدد العهد مع جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم برعاية سامية من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إذ صارت الجزائر بهذا المحفل الكبير عاصمة للقرآن الكريم وقبلة لأهله، حيث تستضيف خيرة أبناء الأمة الإسلامية من مختلف البقاع والأصقاع. سنة دأبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على إحيائها، وعام بعد عام ترتفع أسهمها وتحوز السبق والامتياز. فعلى مدار 17 طبعة كانت الجزائر مضماراً للتنافس بين ما يزيد عن 830 مشاركاً يمثلون أكثر من 50 دولة في كل طبعة، مثل الجزائر فيها 17 فارساً. تنافس ظل قائماً بين حملة القرآن الكريم في زمن أربك كل النشاط الإنساني بسبب المحاذير الصحية التي جاءت بها جائحة كورونا، فترة تكيف فيها التعليم القرآني، حيث أنشأت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المقرأة الإلكترونية. استفاد من خدماتها ما يفوق 15,000 طالب من أكثر من 68 دولة، أطرهم 120 أستاذا مجازا. فشهد موسم 2020 و2021 تنظيم مسابقة الفائز المتميز التي تنافس عليها القراء ممن شرفوا الجزائر في المنافسات الدولية والوطنية. مشاركات دولية في 107 مسابقات مثل فيها الجزائر أزيد من 171 طالباً، تميز منهم 73 بإحرازهم المراتب الأولى. ليرفع التحدي هذا العام بتنظيم جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 49 دولة. فهنيئا للجزائر أمة القرآن وأرض القرآن التي ازدانت هذه الأيام في رحابه بهذه الحلة القرآنية البهية يمثلها خيرة أبنائها الذين يحدوهم التنافس هذا العام عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد
في خير ما يتنافس فيه المتنافسون، والذين سيتبارون من مقار الهيئات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. هذه الهيئات المشكورة على جهدها الجبار بتسخير كل الإمكانات والوسائل لإنجاح هذا الحدث القرآني الكبير، تجسيداً لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كإحدى صور تفعيل الدبلوماسية الجزائرية بالخارج في جزائرنا الجديدة. أقرأ من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. شكرا لك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حسبك. فهذه طبعة متميزة بكل المقاييس. كنا من قبل نلقى أبناء العالم العربي والإسلامي يجتمعون جميعا في الجزائر بضيافة الجزائر، نستمع إليهم مباشرة كفاحا. أما اليوم فإننا نستمع إليهم عبر وسائل التواصل المرئي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إصرار الجزائر على أن تبقى هذه الطبعات متواصلة رغم الأمراض ورغم الصعوبات ورغم كل شيء. قد انتهت الفعاليات للمسابقة العالمية لدولة الجزائر الشقيقة، وبحمد الله تمت على إنصاف ونزاهة وحيادة بين المتسابقين، ونسأل الله تعالى للجميع أن يوفقهم لحفظ كتاب الله. إذن 17 سنة من تجربة متراكمة مستقرة ومستمرة، وعهد الدولة الجزائرية باق على رعايتها للقرآن الكريم ومن يقومون على تدريسه وبيان أحكامه وتفصيل مخارجه وأحكامه. تشرفت هذه الطبعة 17 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي بأن شنف معالي الأستاذ الدكتور يوسف بن مهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف افتتاحها. وها نحن اليوم باسم الحاضرين جميعا أدعوه ليشنف أسماعنا بكلمة في هذه المناسبة الطيبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدة والسادة الوزراء أعضاء الحكومة، السيد مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالجماعات الدينية بالجمعيات الدينية، السادة أصحاب السعادة السفراء وممثلو الهيئات الدبلوماسية بالجزائر، السيد الفاضل الوالي المنتدب لهذه المقاطعة الإدارية، السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطوالي،
السادة إطارات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، السادة الشيوخ العلماء والأساتذة والقراء، السادة أعضاء لجنة التحكيم من داخل الوطن ومن خارجه، أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات من حملة كتاب الله عز وجل، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقد صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وأي ذكر أشرف من القرآن الكريم؟ إنها روضة فينانة ودوحة ريانة، فيها القرآن يتلى، وهيبة الجلال والجمال والكمال تتجلى. روضة المجمع المبارك لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم، الملتئم بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي ما فتئت أياديه البيضاء مبسوطة لأهل القرآن بالرعاية والخدمة والتشجيع والتأييد. وإنه يذكر للسيد الرئيس حفظه الله ورعاه إكباره لأهل الله وخاصته في أشياء ومحطات كثيرة، ولكن سيكتب تاريخ الجزائر الحديث بحروف من نور تلك الالتفاتة الرائعة الأخيرة حين حظي بها أئمة الجزائر في العالمين، فخصوا بيوم وطني للإمام يتكرر كل سنة ويتجدد، يتجدد ليذكر الأمة بدور هذه الفئة المثقفة العالمة المصلحة في المجتمع، خدمة كتاب الله الذين عكفوا عليه حتى انقطعت منهم الأنفاس، فهم بحق خير الناس، تعلموا القرآن وعلموه، وحموا به الوطن وحصنوه، تذكير يحمل في ثناياه وفاء الأمة لجهود علمائها ومربيها ومصلحيها. ولا شك أنه من عاش في دوحة العلم والذكر وذاق لذته وأشرب متعته، عرف لأهله ما يستحقون من تجلة وقدر، لأنهم ورثة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. إنه القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ آياته التي تمتع العقل وتشبع العاطفة هما قوتان في النفس البشرية، فجرهما كتاب الله الحكيم. قوة التفكير فجعل الفكر فريضة شرعية، وقوة الوجدان مجمع الأحاسيس ومخزن المشاعر حظ عليها في كل حين وآن. القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدي يجعل العلم فريضة والعمل عبادة والحياة عقيدة وكفاحة، نصراً أو شهادة، يجعل محبة الوطن وخدمته قربة من القربات. لذا فإننا لهذا الهدي وبهذا الهدي غرسنا في وطننا الإيمان والعمل، غرسنا في وطننا الإيمان والعمل. وكم ذا من محطة ذكرناها وأحييناها في الأيام القليلة، فنبتت في جوانح هذا الوطن العزيز الوحدة والاتحاد، وبسطنا منذ أيام قليلة في ذكرى عزيزة سيادتنا على هذا التراب وذراته وهوائه، بل بسطنا سيادتنا على مقدراتنا جميعاً بالتأميم، وطردنا الاحتلال ونبذنا كل أشكال الانفصال والتقسيم بعزيمة الجيش وإرادة الشعب
في التحام لا نظير له، باخت معه كل نائرة، وشاخت به كل فتنة ثائرة. إنها أرض الشهداء الأطهار، وقلعة المجاهدين الأحرار، عاصمة القرآن الكريم، الوفية لعهد الشهداء وميراث الأجداد الذين اعتنوا بالقرآن الكريم حفظاً وتحفيظاً، كما تحفظ الأمانات وتصان الودائع. بهذا النور أيها السادة والسيدات، بهذا النور والهدي، كانت الجزائر قبلة الأحرار في العالم وقدوة للمظلومين، فأسهمت تضحيات شهدائها وبطولات مجاهديها في استقلال الكثير من البلدان وبهداه مقتده. أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، إننا إذ نحيي ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى لا نقف فيها عند آية سبحان تتلوها ألسنتنا فحسب، بل نقف عند آية حب الأوطان يتلوها ضمير أمتنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وطن واحد وأمة واحدة اجتمع فيه حب الملة وحب القبلة وحب الجبلة. ثم من المسجد الأقصى في رحلة سماوية مباركة إلى السماوات العلى، حيث أراه ربه من آياته الكبرى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، في رسالة إلى عباده المؤمنين أنه ما تنقطعت بهم أسباب الأرض ففي السماء المدد والعون، فالتفتوا إلى الله وادعوه، وفي وحي السماء الخلاص والنجاة، وكتاب الله عندكم فاتبعوه، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه المعجزة تعلمنا معنى التحدي، تحدي الزمان والمكان، تعلمنا رفع الهمة بكشف المستور واختراق حجب الجهل والنفاذ في السماء والأرض بسلطان العلم وتطوير العلوم والتحكم في المعارف والتطواف في هذا الكون الفسيح، خدمة للأوطان والعباد وإسعاداً للبشرية جمعاء. إنه من أجل ثمار هذه الرحلة المباركة فرض عبادة الصلاة التي ما شرعت إلا لتعرج بصاحبها إلى السماء، ومتى عرجت به في خشوع وإخبات عدلت المزاج وصقلت النفس وهذبت السلوك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، معجزة علمتنا، معجزة الإسراء والمعراج علمتنا كيف بالحجج والبرهان نفت ونرد كل أشكال التشكيك، كل أشكال التشكيك والافتئات، كما يشكك كثيرون في جزائر المعجزة أو جزائر المعجزات. لقد استضاف وطننا صفوة من أهل القرآن الكريم، أهل الله وخاصته، من 48 دولة من بقاع المأمورة، شاركوا في هذه المسابقة التي نظمت لأول مرة في بلادنا عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وهي في طبعتها 17، ونظمت لأول مرة في شهر رجب الأصم، شهر رجب الحرام. فما أروع التلاوة المحبرة والقراءة الميسرة، حيث عبقت دار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي عليه رحمة الله بالمحمدية المباركة، عبقتها بمسك أريجها غير بعيد عن جامع الجزائر الكبير العظيم في بنائه ومغزاه، في مغزاه ومعناه، رمز الجزائر المسلمة المستقلة الأصيلة، بمئذنته التي تعانق السماء وهي ترسم خريطة ناطقة موحية ينطلق منها الأذان بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلاح ونجاح في الدين والدنيا معا، منارة علم وهدى
ورقي إلى العلا صعدا. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن مشهد الإقراء في جائزة الجزائر الدولية للفتية والفتيات يبعث الأمل بأن الأمة بخير، وهي تملك كل مقومات النهضة ومقدرات التمكين ووسائل الانطلاق نحو المجد والسؤدد. إننا على يقين بأن غد هذه الأمة سيكون مشرقاً بإذن الله، وأن سعيها وسعي شهدائها لن يذهب سدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هداية قادت أولئك الصادقين إلى نصر الله المؤزر، وهداية تقود خلفهم إلى الخيرية والنجاح بعون من الله وتوفيق، مسترشدة بقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، متمسكة بقول الله العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها السادة الحضور، إني أرى هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهم يحبرون القرآن الكريم تلاوة ويرتلونه ترتيلا ويتنافسون فيه التنافس الشريف، لا تثني بعضهم عقبة اللغة ولا بعد الديار تجعلهم وتجعل من قام على تعليمهم وتكوينهم وتجعل من احتفى بهم وشجعهم تجعلهم يستحقون ذلك الحب الجارف والشوق المحمدي. وددت أني لقيت إخواني، فقال أصحابه رضي الله عنهم: أوليس نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. هو سيدي، هو قدوتي، هو الذي أحيا به وبحبه أتعبد. والحب بين العالمين جميعهم يفنى، وحب محمد لا ينفد. ولا يفوتنا أيها السادة الحضور أن نسجل الخطوة المتميزة التي رفعت سقف مستوى جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم وطموحاتها بما تميزت به هذه الدورة بتسخير تقنيات العصر ووسائل التواصل المرئي عن بعد بسبب ما فرضته الجائحة من حجر وقواعد عسر، فبدت في مظهر جميل فائق وإجلال وتعظيم رائق، أسر الأسماع وأخذ بالأفئدة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، ممن ذكرت صفة أو لم أذكر، عملا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإننا نرفع آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على رعايته السامية الكريمة لهذا المحفل القرآني المبارك، وإلى السادة العلماء والقراء على تأطيرهم وتحكيمهم لهذه المسابقة، وإلى بناتنا وأبنائنا المتسابقين على جهدهم ومشاركتهم الرائعة. ونحن على يقين، على يقين تام بأن جميع المتسابقين فائزون وناجحون، نالوا شرفاً بعيد المدارج رفيع المعارج. وأخص بالذكر مساهمة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج التي هيأت الأسباب المادية والمعنوية من خلال الهيئات الدبلوماسية والهيئات القنصلية بالخارج، الذين أشرفوا على احتضان المتسابقين والمتسابقات في أرقى صور الضيافة كما هو معهود في شعبنا الكريم. أيها الإخوة الكرام، يطيب لي في ختام هذا المجلس الكريم أن أستودعكم على عهد القرآن وميثاقه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. كل من مثل هيئة من الهيئات قد حضر مشكور عند الله سبحانه وتعالى، وعمله قد شكر، سواء ممن مثل المجالس المنتخبة
في بلدياتنا أو ولاياتنا أو البرلمان بغرفتيه، وكذا من مثل الجمعيات العلمية وغيرها ممن نعرف وممن لا نعرف وممن حضر من ممثلي المؤسسات المالية في بلادنا. أعلن أخيراً أيها الإخوة الكرام عن اختتام جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم في طبعتها 17، ودمتم في رعاية الله وحفظه وفي كنفه وستره. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين المختار وعلى آله وصحبه الخيرين الأطهار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ الدكتور يوسف بن مهدي على هذه الكلمة الباتعة في جلسة الختام لحفل الختام لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في شهر رجب الفضيل في الإسراء والمعراج. يا من نلت الحظ الأوفر ولك المعراج كذا المنبر، وجمال الأنس بك استبشر إذ قال لك الله الأكبر: إنا أعطيناك الكوثر. بعروجك شرفت العرش وسمعت حديثا لا يفشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى من طيب أو مسك أبهر. بك ملك المولى قد فاق والرسل ازدادوا إشراقا، وأخذنا منهم ميثاقا إن جئت إليهم أن تنصر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وكما تتشنف الآذان بسماع آي القرآن ترتيلا وتجويدا وبمقامات صوتية يصدح قارئها فتحرك شجن النفس وتتذكر كثيرا من اللحظات، فكذلك كانت عادة العرب في أشعارها أن تسمع طربا يحكي كثيرا من المواجيد والأشواق. وكذلكم نحن في ختام هذا الحفل البهيج نقدم دعوة كريمة إلى الفرقة الإنشادية من مسك الغنائم، فرقة نتشرف بدعوتها على ركح هذا المشهد البهيج، فرقة نور المصطفى الإنشادية من مستغانم، حتى تقدم لنا وصلة إنشادية مع قائدها المنشد بالعالية بن ذهبية. أدعوها للتقدم على ركح هذا المشهد المبارك في حفل الختام لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وترتيله. طبعة تشرفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أقول بتنظيمها تحت رعاية سامية كريمة للسيد رئيس الجمهورية. 49 بلدا شارك في ذلك كما ذكر معالي الوزير، حيث حكمتهم لجنة من خبرة دولية. آي القرآن يصعب تحكيمها كيف لا، وأن كل واحد منهم هم من أحفظ من يمثلون بلده، مهمة عسيرة ويسيرة. فالمكرم من كرمه الله عز وجل بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وعملا. وإذ كنا نحن في الجزائر ترابا وأرضا طيبة ومسيرة حافلة من شهداء خلدوا ذكراهم بأن استشهدوا وخلف من بعدهم جاء يذكر هذه الذكرى فيستمر في حملها، وما حملها إلا بالتذكر وما ذكرها إلا بالكتابة، وأحسن ذكر يتلى ويقال هو القرآن الكريم. أترك الوسط الإنشادية لفرقة نور المصطفى، بارك الله فيكم. السلام عليكم. إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه. إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه. ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. حل يسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. إن الجزائر فيه
صلوا على رسول الله. سبحان من صور حسنك، صلوا عليه. وبالبهاء زادك رفعة، وزن بالحسن خلقك بالنور يا باهي طالعا، بالنور يا باهي طالعا. سبحان من صور حسنك، وبالبهاء زادك رفعة، وزن بالحسن خلقا بالنور يا باهي طالعا، بالنور يا باهي طالعا. الله الله ما شاء الله، الله الله بارك الله، الله الله ما شاء الله، الله الله بارك الله. زارني باهي الجمال وحي الحضور، زارني باهي الجمال وحي الحضور، وسبى مني فؤادي في دجى الدهجور، وسبى مني فؤادي في دجى الدهجور. بما نتاب بضلت نبرو، دورني بر الواد ابن فار، بما نتاب بضلت نبرو، دورني بر الواد ابن فار. سيدي محمد يا نور عيني، سيدي محمد يا نور عيني، يا نور عيني، سيدي محمد يا نور عيني، سيدي محمد. آه يا نور عيني تمني تنشوفه غير مرة بعياني، تمني تنشوفه غير مرة بعياني. حبيب الله الغالي المقام العالي، حبيب الله الغالي مول 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 المقام العالي. شدوا أحزمتكم للرحيل لمناطق الجزائر الواسعة القارة. يا ناس أماه حب المفر، يا ناس أماه عز الأكبر، لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر، بلاد الجزائر، بلاد الجزائر. يا ناس أماه
يا ناس أماه عز الأكبر. لو تسألوني نفرحون بالشار في قسنطينة. إلى ما زال باقي مشتاق، باقي في قطرنا مبهور، ولا اسمح لينا مر الصواق كل هدوء تشوف بلاد الصحراء وبالك تنسى اللي فات، نط الغزلان وعشت الثمرة وخير النيليات، رجالها ملاح وثاني قسرة ما تماثلهم هيهات، يعرفوا للقمنا والقسرة وين قلت يقولوا مشات. سلت الساوى يا حالة نظراته وقلوا اللي ما زار عاصمتها ويتفكر فيها ذكرياته. يا ناس أماه حبي المفار، يا ناس أماه عزي يا ناس أماه حبي المفار، يا ناس أماه عزي الأكبر. لو تسألوني نفرحنا أبشر، لو تسألوني نفرحنا أبشر ونقول بلاد الجزائر، ونقول بلاد الجزائر، شكرا. من بلاد الجزائر نحييكم، وبالعودة إلى جو التنافس الذي يختم هذا الجو المهيب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ورتل القرآن ترتيلا، كان شعار هذه الطبعة 17 لجائزة الجزائر الدولية أو جائزة الجزائر لحفظ القرآن ولإحياء التراث الإسلامي
في فرعها جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وتفسيره وتجويده. 49 مشتركا تنافسوا فيما بينهم بلجنة قيمتهم جميعا، وأكثر تقييم حصلوا عليه أن الله قد حباهم بحفظ القرآن. لجنة الجزائر هذا العام برئاسة الأستاذ الدكتور كمال قدة اختارت 3 أسماء للتكريم كما عهد الجائزة دائما. وفي هذه اللحظات أيها الجمع المبارك الكريم، سادة المشاهدين، نمر إلى فقرة التكريم، أين نكرم من فاز بالمراتب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة تباعا. باسمكم جميعا أدعو صاحب الفضل الذي رعى هذه المبادرة الكريمة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، أدعو مجددا فضيلة معالي الأستاذ الدكتور يوسف بن مهدي ليكرم باسمكم جميعا وباسم الجزائر الفائز أو الفائزة الأولى في مسابقة الجزائر لهذا العام. أدعوه إلى هذه المنصة الشرفية كما أدعو واحدا من الأسماء 3، أدعو الطالبة زينب بن يوسف لتنال شرف تكريمها في 17 لهذا العام في مرتبتها الأولى، ويسلمها لها السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف. الطالبة المجدة من رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وهي أيضا ماستر 2 في مقارنة الأديان في جامعة الجزائر، فطوبى للطالبة بما قدمت، طوبى للطالبة بما حملت، وطوبى للطالبة بما أسمعت، طوبى للطالبة ووالديها اللذان شرفاها بهذا المشهد العظيم، وها هي اليوم تقدم لهما عرفان الوفاء والقيام بذكر القرآن الكريم وحفظه. مبارك للطالبة الكريمة. أدعو معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف ليبقى معنا على المنصة الشرفية، وأدعو معالي وزير التربية الوطنية ليلتحق بنا على المنصة الشرفية ليكرم الطالب الثاني من مملكة البحرين الشقيقة، الطالب القارئ يحيى بلال يوسف عبد الله يعقوب لفوزه بالمرتبة الثانية في جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. وطوبى لمن مثل المملكة البحرين الشقيقة في هذا الحفل البهيج أجازته اللجنة عن رواية حفص عن نافع، فطوبى للطالب بما قدم وطوبى له بما قرأ، فخير ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال هو القرآن الكريم. تتشرف الجزائر بتقديم هذه الجائزة له بتتويجه بالمرتبة الثانية. نشكر معالي وزير التربية الوطنية، وأتشرف بطلب إلى السيد الوزير للبقاء على المنصة. أدعو وزير التعليم العالي ليشرفنا على هذه المنصة لتكريم الطالب الثالث الفائز بهذه الجائزة من الجمهورية العربية السورية. أدعو الطالب القارئ عبد الرحمن حردان محمد ربيع لفوزه بالمرتبة الثالثة في جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، فطوبى للقارئ من بلاد الشام برواية حفص عن عاصم أجازته اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور كمال قدة. مبارك للطالب فوزه بهذا التكريم، ومبارك للجمهورية العربية السورية هذا التمثيل. نجدد التبريك لكل الفائزين والمشاركين في هذه 17 لجائزة الجزائر. أشكر معالي وزير التعليم العالي، وأتشرف ببقاء وزير الشؤون الدينية معنا. لجنة التحكيم التي سهرت وتبعت على تحكيم الأصوات وما أصعبها من مهمة حينما يتقارب المتنافسون، أدعو رئيسها الأستاذ كمال قدة الأستاذ الدكتور، كما أتشرف بدعوة معالي وزير الشباب والرياضة ليلتحق بنا على منصة التكريم رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ليسلم التكريم لرئيس اللجنة الأستاذ الدكتور كمال قدة لهذه الرعاية في هذه المنافسة الشريفة والفاضلة
بآي القرآن الكريم تحكيماً في مخارج الصوت والحفظ والتلاوة. وللمعلوم فإن أعضاء لجنة التحكيم هذا العام كلهم من أعلى المستويات في التحكيم، وهم أيضاً محكمون دوليون في مسابقات عدة تجرى في ربوع العالم الإسلامي. مبارك للأستاذ كمال قدة وهو يمثل هذا البلد العظيم الذي يرعى هذا الحفل ويشرف عليه وينظمه. أشكر معالي وزير الشباب والرياضة على حضوره منصة التكريم، كما أدعو مستشار السيد رئيس الجمهورية ليلتحق بنا على منصة التكريم رفقة معالي الوزير ليكرم ممثل جمهورية مصر العربية في لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور جمال فاروق جبريل محمود. أدعوه إلى هذه المنصة لينال شرف التكريم في تمثيل جمهورية مصر في عضوية لجنة التحكيم. مبارك للجزائر هذه الحظوة للعلماء، ومبارك لها هذا الحضور الملفت. يتسلم تكريمه من السيد الوزير رفقة مستشار رئيس الجمهورية. مبارك لجمال الأستاذ الدكتور جمال فاروق جبريل على هذه الحظوة في التكريم باسم الجزائر. أشكر سعادة المستشار لمشاركته لنا في هذا التكريم، كما أدعو السيد وزير الاتصال يلتحق بنا على هذه المنصة رفقة السيد الوزير ليسلم تكريما لممثل جمهورية غينيا كوناكري الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم عثمان باه، فليتفضل مشكورا. وللعلم فإن الأستاذ الدكتور قد شارك لجنة التحكيم عن طريق تقنيات التواصل عن بعد أو المرئي في تحكيمها للمشاركين 49 الذين شاركوا في هذه المسابقة. يسلمه هذا التكريم الشرفي السيد الوزير رفقة وزير الاتصال. مبارك للشيخ إبراهيم عثمان باه وهو يمثل جمهورية غينيا كوناكري كعضوية في لجنة التحكيم للطبعة 17 لمسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. أشكر معالي وزير الاتصال، وأتشرف بطلب من معالي الوزير البقاء ودعوة معالي الوزيرة وزيرة العلاقات مع البرلمان لتتفضل على إلى منصة التتويج، ولأن العنصر النسوي حاضر من أمهات وأباء وأخوات، أدعو الأستاذة الدكتورة راضية هلال عضوة لجنة التحكيم لتتسلم تكريمها من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف رفقة وزيرة العلاقات مع البرلمان. الأستاذة الدكتورة هي أيضا شاركت في هذا التحكيم، وهي أيضا عضو في لجان تحكيم دولية في مسابقات تجرى في ربوع العالم الإسلامي. نشكر معالي الوزيرة على وزيرة العلاقات مع البرلمان، ونبارك للأستاذة الدكتورة راضية هلال هذا التكريم، كما أدعو إلى المنصة السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى المنصة الشرفية رفقة الوزير ليقدم تكريما إلى الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مقاتلي. أدعوه إلى هذه المنصة ليتسلم تكريمه من السيد الوزير رفقة السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وقد شرفنا الأستاذ الدكتور محمد مقاتلي بعضوية لجنة التكريم. في هذا التكريم على هذه المنصة لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، فطوبى لمن كان ونال شرف هذه العضوية في تحكيم آي القرآن مخرجا وصوتا وضبطا ضبطا وحفظا وتلاوة. فقد أشير هنا إلى أن الشهادات التي وزعت على لجنة التحكيم هي شهادات موضية من طرف السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
أدعو إلى المنصة رفقة معالي الوزير السيد الوالي المنتدب لدائرة للمقاطعة الإدارية لشراقة ليسلم تكريما أيضا إلى عضو لجنة التحكيم الشيخ خالد درباني، فليتفضل إلى هذه المنصة لينال شرف تكريمه من طرف السيد الوزير رفقة السيد الوالي المنتدب. فمبارك للشيخ هذا التكريم، ومبارك له هذه العضوية في لجنة التحكيم لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره. مبارك للشيخ خالد درباري تكريمه هذا من طرف السيد الوزير رفقة السيد الوالي المنتدب لمقاطعة شراقة. أشكركما، ولكن أطلب كرما من السيد الوزير البقاء معنا في التفاتة سنة حميدة لهذا العام، أن السيد الوزير طلب تكريما لمحافظة هذه المسابقة هذا العام، وهي امرأة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أدعو الأستاذة نسيمة زناتي لتتسلم تكريمها، وهي محافظة هذه المسابقة والتي كانت مع جنود الخفاء تقدم خدمة جليلة في الرعاية والإيصال والتحضير بداية من الفكرة ونهاية إلى الإنجاز، فنشكرها شكرا جزيلا باسم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. تنال شرف تكريمها من طرف السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ الدكتور يوسف بالمهدي. أشكر معالي الوزير لمشاركته لنا في هذا الحفل الختامي، وحتى الذين لم يكرموا وهم فوق 43 فإن الله قد كرمهم، والجزائر حاضرة رغم جائحة كورونا وما فرضته علينا في بروتوكولات التباعد الصحي عن طريق التواصل المرئي عن بعد. بدأناها بالقرآن وللقرآن، ونختمها بالقرآن الكريم، وعهدنا في ذلك أن نقول: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، كأنكم في ظلام الليل أقمار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته، كأنكم في ظلام الليل أقمار. تضرب لكم الجزائر موعدا إن شاء الله في 18 من جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. أدعو إلى المنصة الطالبة الفائزة بالمرتبة الأولى، وهي التي مثلت بلدها الجزائر بلد الشهداء، نعم، زينب بن يوسف، أدعوها إلى المنصة لتختتم هذه الجلسة المباركة الطيبة التي افتتحت بالقرآن وتختتم بالقرآن، فطوبى لنا جميعا ونحن نعمل بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح،
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. باسمكم جميعا أدعو السادة الوزراء لالتقاط صورة تذكارية مع الفائزين، هكذا يشار إلي معالي الوزير في البرنامج، صورة تذكارية ثم بعد ذلك العودة إلى الإكراميات، كما أدعو الحضور الكريم إلى البقاء في أماكنهم حتى تصل الإكراميات تباعا في من يقدمها القائمين على هذا المركز الدولي للمؤتمرات، كما نشكر القائمين على هذا المركز لإنجاح هذا الحفل. أدعو السادة الوزراء والفائزين لالتقاط صورة تذكارية. How would you?